فريد مع الفاس خرجنا للشوارع ديال الدار البيضاء كما العاده، وهاد الخطره غنسولوا العيالات والرجال، واش الرومانسيه كتجي من عند الراجل ولا من عند المراه ولا من عندهم بجوج؟ الا بغيتوا تعرفوا خليكم معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاخ دابا انت كنسولوك وانت شاب ويعني غتمد يدك للحنه، دابا الرومانسيه من عند من كتجي؟ واش من عندك انت كراجل ولا من عند مرتك ديال الحلال؟ ديال الحلال ويلي، ديك الساعه تعيش الحياه ديال البصح، تكون مرشك وما يتحكم فيها حتى واحد، يعني ديالك غتعيش الحياه ديال البصح، يعني غدير فيها مرتك، غدير فيها خشك، امك، كلشي. والرومانسيه راه كتجي في وخشه، كتجي في بعض اللحظات كتفاجئ مرشك بشي كادو شي حاجه، فهمتي؟ يعني راه الرومانسيه راه فيها وفيها، يعني كنتمنوا من الله الرجال ديال المغرب اش داك العنف ضد المراه، فهمتي؟ يتهلا في مارشو كلمه زوينه، فهمتي؟ يقول لك ويتي كويدا حيبه شحيمتي كاين هاد العيب، ولكن حتى هي راه خاصها حتى هي تقول لك حتى كويتي، وهادي راه ضروري حيت ما كيكونش من طرف واحد، كيكونوا من طرفين بجوج، فهمتي؟ بالله حيت الا كانت الراجل ولا يدير كل شيء حتى حاجه ما كاينه، فهمتي؟ يعني خاصها المرأة هي تجي من الرومانسيه، علاش كيقولوا لهم اون كوبل يعني بجوج، يعني كاملين في حاجه واحده كل شيء، فهمتي؟ واش الرومانسيه بصفه عامه واش كتجي من عند الراجل ولا من عند المراه؟ وبالنسبه كتجي من عندهم جوج، كانوا فاهمين بجوج غتجي من عندهم جوج، كتجي من عندهم بجوج، من عندهم جوج. مثلا انتيا شكون اللي رومانسي في الدار، واش انتيا ولا الراجل ديال؟ انا من نهار الاول حنا بجوج من فاهمين بجوجكم. دابا مثلا هو مشى سافر مع صحابه وما داكش ما كتقلقيش؟ عادي كنمشي انا لدارنا كنمشي نسافر شهر شهرين ما كيتقلقش. بحال 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 عادي، رومانسيه مثاليه عادي والله. الا كنمشي لدارنا داك رمضان شوال شعبان مشيت لدارنا تماك وما قال والو، يعني متفقين بعديا؟ متفقين. دابا خرجت ما كاينش هو معايا وخرج انا من الصباح، ماشي مشكل، ماشي مشكل عادي. السلام عليكم. بغيت نسولوك الشريفه، الرومانسيه بصفه عامه من عند من كتجي، واش من عند الراجل ولا من عند المراه؟ الرومانسيه كتجي من عند المراه. من عند المراه. وانت اش قلتي؟ انا خويا كتجي مع المراه الحقيقه. انت الرومانسيه كتجي مع المراه؟ مع المراه. ماشي مع عند الراجل؟ لا ماشي مع عند الراجل، حيت المراه هي اللي كتعطي الحنان وهي كلشي. هي كلشي. هي كلشي. اش دار لك؟ ايوا هادشي اللي قلت لك، انا الرومانسيه كتجي عند المراه. انت ماشي من داك النوع اللي راجلك مثلا سافر مع صحابه وما داكش معاه ما كتقلقيش؟ ما كنتقلقش والله، ما كتجينيش تقلق قسما. ما كتقولش لي علاش ما خرجتينيش؟ عادي عادي قسما بالله. عادي. واخا ما يخرجنيش عادي والله. وانت زوجة المستقبل مثلا؟ مثلا سافرت مع صحابها؟ لا سافرت مع صحابها. لا ما نخليهاش، لا اسمح لي. ما تخليهاش؟ لا ما نخليهاش. كتغير عليها؟ نغير عليها، تمشي مع شي راجل اخر اخويا. اه هذه هي الرومانسيه. لا والرومانسيه هي فهمتي تمشي مع كون انا وياها وتمشي مع صحاباتها الا بغات. شتي بغينا نسولوك واش الرومانسيه كتجي من عند الراجل ولا من عند المراه؟ دابا بالنسبه لك انت واش مع راجل كتجي الرومانسيه من عندك ولا من عنده؟ من عندي. من عندك انت يا؟ ومن عنده هو؟ واو تا هو يعني كيبان لك نفس الشعور. اه واش دابا راجلك مثلا لا سافر وما داكش معاه من دوك العيالات اللي كيتقلقوا، واش تجيني شويه الغيره ولا مثلا خرج مشى شي قعيوه وما داكش معاه ولا عادي؟ آه عادي عادي عادي. بالنسبه لي عادي، حيت القهوة ماشي شي حاجه، ماشي شي حاجه. اذا دابا الرومانسيه كتجي من عندك انت يا؟ من عند المراه. برافو عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. بغينا نسولوك. مرحبا بك انت، مشكل الا كان. قول لي واش الرومانسيه كتجي من عندك انت ولا كتجي من عند المراه ديالك؟ الرومانسيه بالنسبه للمراه كتبقى واحد السيمانه وهي في الدار ديما نفس الغداء والطياب وهذه. بالنسبه انايا كرجل امن كناخذ الروبو ديالي نهار الحد، كنخرج المدام ديالي، كنحيد لها داك لا روتين ديال الدار، كنخرجوا الوليدات، كنخرجوا حتى الفطور كنفطروا على برا في شي قهوه، كناخذوا الفطور ناخذوا عاوتاني نخرج وليداتي يلعبوا شويه، كنتغداو على برا في العشيه كندخلوا. يعني كتقول هذوك الكلمات الرومانسيه؟ وضروري، لان الله يحس العوان مسكينه هي سيمانه وهي مقاتله مع الدراري ومع الشقه ديال الدار ولا هذه، كتبغي تخرجها من ذاك الحي شويه باش ما تبقاش ديما هي مزمته في ذاك الشيء، باش تحس براسها بانها منفسه. وهي كتجي من عندها تاهي الكلمات ديال الرومانسيه؟ وهي تاهي ضروري، لان تاهي كتشوف كتقول لك اليوم الحد يلاه نخرجوا هذه، وكتخرج شويه، لان زعما لا يخطي لنا العيالات، زعما ذاك الشيء زعما هو ماشي كاع العيالات، إذا كانت شي مرأة تبارك الله صالحة وقادة. وأنا من هذا المنبر أنا كنعطي تحية للمدام ديالي، لأن مرأة تستحق، ماشي غادي كنقولوها في الغيبة ديالها، لأن قايمة بالواجب وأنا في الخدمة ديالي ومقابلة الدراري ومقابلة بزاف د الحوايج، واحتراماتي لكل مرأة. قول لها أي لاف يو.
انا كنحبها وكنموت عليها وكنقول الله يعطيها صحيحتها والله يخلي لها وليداتها زعما لا يخطيها عليا الصراحه بكل تواضع. لا بكل تواضع انا نعم المراه، انا مرتي كنشكرها من هذا المنبر لان هازه معايا الزمان وواقفه معايا ومقابله الوليدات الله يعطيها صحيحتها والله يكون معها. انا كنبغيها وكنبغيها وكنبغيها، اللي بغى يسمع يسمع. تحياتي.